شفتيها قبل كده دي عايدة؟ سعاد قالت لي إنها لقيتها في وسط حاجتها. دي إجابة لسؤال تاني. عايزة؟ شفتيها قبل كده؟ بصراحة أيوة، بس أرجوك يا فوزي بلاش نتكلم في حكايات الماضي. ماضي بالنسبة لك؟ بالنسبة لي أنا حاضر وبعيشه كل يوم بكل تفاصيله. أرجوك ردي عليا. شفتيها فين؟ ومع مين؟ وإزاي؟ ردي. يوم كتب كتابك على سعاد، عمك منصور بعت ناس عشان تتفاهم مع مراتك الأولانية. رجعوا له بالسلسلة دي.